الاثنين توأم ملتصق بيناموا جنب بعض طول عمرهم، وفركشت جوازتها في آخر لحظة علشان ما تفرقش مامتها، ولما تعبت كانت في لبنان وما وقفتش جنبها، ولما رحلت ما حضرتش جنازتها علشان بتصور مسلسل. أسرار المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي وبنتها ناهد السباعي من الحياة للرحيل. ما تخيلتش في يوم إنها تسيب بلدها وتروح تشتغل وما تعرفش ترجع لتوأمها تودعها يوم رحلها. قالت يا ريتني كنت فضلت جنبها لما تعبت ولا رحت ولا جيت. صدمة كبيرة بتعيشها الفنانة ناهد السباعي بعد رحيل مامتها المنتجة ناهد فريد شوقي. الاتنين مرتبطين ببعض جدا، دول مش أم وبنتها خالص، والجمهور كان شايف العلاقة دي أقوى من إن أي حد يهزها، وفعلا مفيش راجل عارف يهز ناهد السباعي ويلهفها من مامتها. مشتركين في الاسم وبيخافوا من الحسد، وحياتهم مع بعض حاجة، وبعد أزمة التعب والرحيل حاجة تانية خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية اليوم كده بين الاتنين بيلعبوا طاولة ويشربوا الكافيه مع بعض، ده حتى الأكل واللي نفسهم فيه كان مشترك ومفيش حاجة تعدي منهم. مفيش صورة لناهد إلا ومامتها مشاركها الصور، وقليل لما ناهد الابنة تتصور لوحدها أو ناهد الأم تتصور لوحدها. ارتباطهم ببعض مش مجرد ارتباط بنت بأمها، الاتنين بقوا توأم ملتصق، من الاسم لأسلوب الحياة للصور للأكل للظهور الإعلامي حتى. مفيش لقاء ظهرت فيه ناهد السباعي غير لما اتكلمت عن مامتها ناهد فريد شوقي أو مامتها ضيفة معها. قالت عنها أنا أمي ست قوية جدا وأنا مرتبطة بيها جدا، هي اللي بتنقلي فساتيني وكل هدومي، وأنا ما بعرفش أختار هدومي وألبس من غيرها، ولما يجي وقت النوم تكون ناهد السباعة على نفس سرير مامتها مش عارفة تفارقها، ولما ناهد فريد شوقي تحب تضايق بنتها تقفل باب أوضتها على نفسها. ناهد فريد شوقي خدت عهد على نفسها تكون مع بنتها في كل تفاصيل حياتها، أي مشاركة في المهرجانات الفنية أو المناسبات تلاقيهم مع بعض، يدوها صور خاصة تذكارية، وكل ده يعبر عن حنان بنت ملكة ترس واللي ورثته من مامتها هدى سلطان. وزي ما ناهد السباعي قالت، ماما ورثت الحزم والجمال والحنان من جدتي، بس هي الحنان طاغي شوية، بنخاف من تيتا أكتر منها. طبعا دي حاجة تقول إن وقت الفراق هيكون صعب أكيد، ولما حانت اللحظة دي كانت ناهد السباعي برا مصر. هي أصلا ناهد فريد شوقي تعبت شوية قبل ما ترحل ودخلت المستشفى، وناهد السباعي ما كانتش جنبها في محنتها وهي بتصور مسلسل في لبنان، ما قدرتش تيجي، ورحلت الأم ناهد فريد شوقي، والابنة ناهد السباعي محجوزة في المطار مش عارفة تلاقي تذكرة طيران ترجع تودع مامتها. يمكن ده من رحمة ربنا عليها إنها ما تشوفش اللحظة دي ولا تعيش الصعوبات بتاعة نزول القبر والجنازة وكده. ناهد السباعي حجزت الطيارة الساعة 6 من لبنان لمصر ووصلت فعلا القاهرة، بس مامتها ما كانتش مستنياها زي كل مرة، والفنانة رانيا فريد شوقي كانت هي اللي في وداع أختها ناهد فريد شوقي. ولما الناس دورت ما لقيتش ناهد السباعي موجودة، بس كان ليها تعليق كتبته على حسابها في انستغرام، قالت فيه البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي. زي ما تكون ناهد السباعي قلبها حاسس إن في حاجة هتحصل، وقبل ما مامتها ترحل بفترة نشرت صورة ليهم مع بعض على انستغرام، وده لما كانت في البيت معاها قبل ما تسافر. كانت الصورة دي فيها لحظات حلوة، وقتها كانوا في بيت العيلة وفي الخلفية صور لجدتها هدى سلطان وهي لابسة هدوم بيضة، وصور تانية للحظات رومانسية من فريد شوقي وهدى سلطان في شبابهم، ده غير صور تذكارية لطفولة ناهد السباعي. الكل في وداع ناهد فريد شوقي قال عليها دي الهانم بنت الأصول، واللي مش كتير يعرفوها فهي من أكبر عيلة فنية في مصر، أبوها هو الأسطورة وحش الشاشة فريد شوقي، مامتها نجمة الزمن الجميل القديرة هدى سلطان، خالها واحد من أعمدة الطرف في مصر محمد فوزي، وهي كانت مرات المخرج مدحت السباعي، وأختها تبقى رانيا فريد شوقي وبنتها ناهد السباعي. كمان كانت حامل لثلاث ممثلات، ابنها الكبير اللي رحل اتجوز الفنانة سوسن بدرة، بعدها الفنانة داليا البحيري، وابنها الصغير متجوز من الممثلة آية سماحة، وابن اختها هو الممثل أحمد جمال سعيد. ناهد فريد شوقي كانت منتجة بتقدم أعمال مهمة وليها قيمة زي مسلسلي لن أعيش في جلباب أبي وحديث الصباح والمساء، وناهد فريد شوقي كانت ست كلاس وشيك وكان فيها كتير من خصال ناس الزمن الجميل. في النهاية ربنا يرحمها ويصبر عائلتها كلها.